تحت عنوان تحية لحماة الديار، أقيم على مسرح التربية في السويداء مهرجان النقاء الثقافي بهدف دعم المواهب والتأكيد على أهمية التراث السوري والحفاظ عليه بحضور فعاليات رسمية وفنية وأهلية. سيكون في هذا المهرجان عزف، موسيقى، أغاني وطنية وشعر، وتكمن أهمية هذا المهرجان بأنه تحية لحماة الديار. الموسيقى هي لغة الفرح في هذا العالم، وهي بتجسد يعني أسطورة الفرحة للناس. فنحن بهذا الظرف، وأنا كشاعر زجل يعني بشجع بكل مركز ثقافي وبكل مسرح تربية وبكل مكان وبكل نادي إنه تنقام هيك حفلات تلم الناس، ترجع ترجع الفرحة والبسمة للناس لحتى تعيش الفرحة بهذا الوطن مع انتصارات الوطن إن شاء الله. قدم خلال المهرجان بعض المقطوعات الفنية والغنائية لعدد من الأطفال الموهوبين، كما شارك في الحفل الفنان هادي بقدونس الذي قدم عدد من المعزوفات الوطنية والتراثية التي تعبر عن قيمة التراث السوري العريق. مشاعري هي اللي بتحكي، إحساسي هو اللي بيحكي، دمعتي هي اللي بتحكي على الشيء الرائع اللي كنت فيه أنا اليوم، وعلى محبة الناس بهالأمسية العريقة، الأمسية الكبيرة من الناس السميعة، الناس الأصيلة يلي هي. أنا أول ما طلعت على المسرح قلت لأول ما وقف على المسارح هذه المحافظة الرائعة، ارتجف من الخوف والرعب من الجمهور الذواق. كل شبر ببلدي هي بلدي، إن كان سوريا كلها هي بلدي، سويدا، القنيطرة، حمص، حما. أنا بالنسبة لي أي مكان بروح بسوريا هي عشقي، وأنا أعشق هاي الأرض. أنا سعيدة إني إجي لهون اليوم شوف هدول الأولاد الصغار اللي عم يحاولوا يعملوا شيء للبلد. سوريا مش أول مرة بنزورها، من التسعينات على طول بنجي على سوريا ونحن بنفتخر فيها، وبنغني لسوريا، وغنيت كتير لسوريا بالشام من 20 سنة، وكمان مستعد ضل غني لسوريا لأنه نحن بنحبها بلدنا التاني. أهمية هذه المهرجانات تكمن بدعم المواهب والدور الكبير للفن اليوم في إيصال الرسالة الحضارية لسوريا، فدور الفنان اليوم لا يقل أهمية عن دور الجندي الذي يدافع عن أرضه بسلاحه ونفسه.